بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، نظمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع محافظة دمشق حملة تشجير في حديقة شرقي التجارة بمشاركة منظمات شعبية وأهلية ونقابات مهنية. هذا اليوم هو يوم توعية من ناحية التوعية البيئية والنظافة والحفاظ على الموارد والحفاظ على المواد والحفاظ على وكيفية تدوير المواد. تقوم المحافظة دمشق حاليا بتشجير بمديرية البيئة. هون عندنا نحن بمديرية البيئة في حديقة بيئية، قمنا بزراعة نفس الأشجار اللي نازلة بالدراسة، وإن شاء الله بإذن الله هي راح يصير تأهيل الحديقة، وهي حديقة من الحدائق المميزة على مستوى المنطقة، حديقة بيئية، وهي في اسمها الحديقة البيئية في مديرية دمشق. عاملين نشاط بمديرية البيئة زراعة لأكثر من 250 شتلة أشجار مثمرة بناء على مخطط موضوع مسبقا بالحديقة البيئية، وهي هي لحتى نعبر عن الشعار ليوم البيئة الوطني اللي بيقول بيئتنا بقاؤنا، شعار هذا العام، وبقاؤنا بالتجذر، بوجودنا بالحديقة، بوجودنا بالأرض، بوجودنا بالطبيعة، لحتى يبقى الإنسان بالنبات، بالحيوان، بالبيئة الطبيعية. مشاركة عظيمة طبعا لزراعة أشجار وتنظيف البيئة من الدخان والميكروبات اللي عم تجي، فالزراعة منظر جميل ومساحات خضراء تكسبها البلد. تهدف الحملة إلى تنظيم وإدارة الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، وأيضا زيادة الوعي البيئي بين أوساط المجتمع بكافة شرائحه، وتحديث خطة العمل الوطنية للبيئة بما يتلائم مع المتغيرات.